الخير لله. بس هيكون خير صباح الخير لكل المستمعين الكرام. ان شاء الله يعني الحلقه هذه ان شاء الله المغاربه يعني في الدار البيضاء وفي البلد ديالنا وخارج البلد باذن الله ان شاء الله يا رب. بدنا بدايه الدكتور محمد يحسن يحسن نعم لكن شوف كريم كيف محمد ولا ان كنعلم ان الاسم ديالكم الكريم هو محسن. اذا الدكتور محسن فينيشو انا تعرفوه في البدايه ديال هذا الملف نعرفوا شنو هو الوعي وشنو هو غير اللاوعي. اذا هذا البرنامج حقيقه احنا بغينا نديروا يعني هذه الحلقه على قضيه الوعي لان كنشوفوا كثير من التصرفات ديال الانسان احيانا تكون يعني بدون وعي. ان الانسان مثلا احيانا يقوم شي تصرفات غريبه وهذه التصرفات هذه ولذلك من هذا المنطلق يعني بغيت نشرح المستمعين الكرام يعني بعض التصرفات اللي تكون خطيره. يعني هناك طبعا في مفهوم تقول الانسان هل هو واعي ولا ماشي واعي، تتعرض في مفهوم ديال الدارجه احيانا تيقول لي واش واعي يعني بحال الانسان واش في الكوما او الانسان مستيقظ. ولذلك احنا ماشي هذا المنطلق يعني ان الانسان واش في الكوما واش يعني في غيبوبه، لان احيانا تنقول الوعي يعني هل هو يعني مستيقظ او لا يعني هل هو في الكوما، يعني بعض الحالات تكون في الكوما فعلا. ربما دكتور اسمح لي ما قطعتكم، وربما حتى يكون هل هو مدرك، هو مدرك للتصرفات ديالو. لذلك تيكون الانسان مثلا ملي تيكون تدخل في غيبوبه تيكون غير مدرك. نفس الشيء مثلا بالنسبه للوعي يعني في الفهم النفسي مثلا على احيانا بعض الناس ملي تيتصرفوا بعض التصرفات تيكون رغم على انهم هما مستيقظين ولكن ما تيكونش مدركين. ولذلك هنا الوعي تجيب مفهوم يعني الاستبصار، يعني ان الانسان تيكون عارف شنو تيدير وفاهم شنو تيدير. يعني نعطيك مثلا مثلا هذا الصباح يلا خرجت عندنا واحد السيده اللي زعما عامه في الايام العاديه تسكن مزيانه مع وليداتها وكذا، فاذا هاد اليومات يعني جاها افكار انتحاريه وجاها حتى افكار على ماشي فقط افكار بل اقبلت على انها تخنق يعني الابن ديالها رغم على انها تتحب ذاك الابن ديالها. اذا هذا التصرف هذا مثلا طبعا هي تعاني من حاله اكتئاب وخلاها يعني هذه القضيه ديال الاكتئاب خلاها ان تتصرف بطريقه يعني غير عقلانيه وغير مدركه وغير مستبصره الى درجه تصور على ان الانسان مثلا يقتل الابن ديالو او في بعض الحالات يقدر كاع الابن او يقتل الام ديالو. اذا هذا تيكون عدم الادراك يعني عدم الاستبصار وهذه القضيه خطيره جدا. اذا هنا هو مفهوم الاستبصار ومفهوم الوعي هو واحد الشيء مهم جدا. حنا في الجمهوريه مثلا الا خدينا هيتس تنعرفوا على ان في المغرب يعني حوادث السير هي خطيره جدا وان المغرب من اول يعني الدول في العالم ديال حوادث السير. واحيانا تشوف ذاك الانسان مثلا تيبري له الفروج واخد اخر ما تيوقفش في السطوب واخد اخر يعني دايز لك في وجهك لا خرج من الطريق الاخرى وجاي لك في وجهك. يعني هذا عدم الوعي رغم على انه مستيقظ ولكن هذا الانسان ماشي واعي لانه تيتصرف تحت تصرف خطير ويقدر هذا الانسان اذا ما تيحترمش القانون مثلا انا ماشي مدرك فعلا انه يقوم باشياء خطيره ويقتل يعني كثير من الابرياء. يعني انا شخصيا ذاك النهار يعني خرجت انا بلا الطريق ديالي يعني نغلق زعما لا قدر الله كنا غنموتوا كاملين. اذا هذا الانسان حقيقه غير مدرك كيفاش انه خرج من الطريق ديالو او هذا الانسان اللي تيدوز في السيروج مثلا او هذا الانسان اللي ما تيحترمش القانون بصفه عامه رغم على انه احيانا تجبره قاري او ماشي قاري ولكن ماشي واعي. إذا أنا تنشوف إلا خديتي واحد المقارنة بين يعني الجيل الحالي بين المغاربة الحاليين وبين نقول الجيل القديم ديال الآباء ديالنا والأجداد ديالنا تنجد لهم أن الناس كانوا واعيين كانوا متربيين كانوا متخلقين كان احترام القانون كان احترام الجار كان احترام الأبناء. يعني كانت هناك واحد الوعي تجبروا قضية الوعي كذلك إلا خديتي. نعم دكتور بنشو الله يطول عمرك باش نوقفوا عند هذا الموضوع اللي هو في غاية الأهمية واللي ربما احنا ما فهمناش ربما أنا كنسمع وربما أنا ما واعياش القيمة أو لهاد الأشياء اللي كتقول ربما حتى الناس كيسمعوا ولكن ربما ما عايش ربما ما فهمش. إذا وقفنا عند كلمة مستبصر أو وقفنا عند كلمة واعي أو ما واعيش، واش هذا الوعي أو اللي هو كنقولوا له إنسان مدرك واش كيكون هذا
يعني موهبة إلهية من عند الله سبحانه وتعالى، أو لا يعني يمكن تكون مثلا من كي يأخذها مثلا من خلال البيئة، خلال الناس اللي حواليه، أو لا شنو كيفاش يمكن لنا نفسوها؟ يعني نعطيك واحد المثل مثلا، احنا يعني احيانا كيجيونا، اسمح لي يا دكتور ناخذ واحد المثل، يلا اسمح لي. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. كنت كنشكرك بزاف انت والدكتور هذا. نعم بغيت نسولو على شي حاجه. مرحبا، ها هو كيسمعك الدكتور. شكرا. دابا انا كنت جديده هي، وانا ملي جيت فرحت معاه غير حنا غير واحد الفتره ديال الخصام طولات بزاف. نعم ولكن بقى فيا الحال بزاف كاع. علاش بقى فيك الحال؟ يعني ما سخيتش بيه وما وليت كنفكر في شي حوايج كنقول يعني مهم ما خصوش يبقى حر. يعني كنبغي شحال مره كنبغي ندخلو الحبس، شحال مره كنبغي نحط عليه شي حاجه ما كاينات. المهم اهم حاجه عندي انه فهمتي، قلت لا. يا اما انا يا اما معايا يا اما ما يكونش كاع عنده الحريه وما تكونش عنده. وبلك المهم هذا الموضوع مأثر عليا بزاف، بحال دابا بالليل ما كنعسش مزيان بزاف الحوايج كيوقعوا ليا. اذا ما كيف ما سمعت الدكتور محسن بن شو هذه كتسيطر عليها افكار يعني سلبيه بزاف ومؤذيه، يعني واش هي غير مدركه للتصرف وان ممكن انتم اللي انا هو طبعا الحاله ديالهم طبعا تيكون عامه المشكلات ولذلك عامة حالة الوسواس القهري تيكون الإنسان مدرك، يعني الإنسان واعية وعارفة على أنها تيجيوها نقولوا واحد الأفكار يعني غصبا عنها. ولذلك كثير من الناس تيكون عندهم وسواس قهري تجبروا يا إما تينظف يا إما تيغسل يا إما تيقوم يعني بواحد التصرفات، ولكن في هذه الحالة فهي مدركة واعية. في حين حال دابا نقولوا كما قلت باش نشرحوا نزيدوا للناس على أن مثلا أحيانا احنا مثلا تيجينا شي خبرات يعني من المحكمه، وداك الخبره حتى تكتب يعني في الخبره على ان داك الانسان واش هو واعي، واش هو مدرك، واش هو مستبصر. لان يعني كثير من الناس مثلا يقدر يخرج للزنقه، يقدر يعطي الفلوس ما يعرفش شنو تيعطي، يقدر مثلا الناس يلعبوا عليه. اذا ما تيكونش فعلا انه مدرك للتصرفات ديالو والاخطار، ولذلك ما تيكونش واعي. من الطفل احيانا يقدر الطفل من تيكون صغير لا قدر الله على انه يمشي يقيس العافيه لانه ما عارفش حقيقه يعني داك الاخطاء. نعم استاذنك دكتور محمد بن شو ناخذ مكالمه على خط البرنامج. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كنشكر اختنا فاطمه العماري الطاقم ديال اللي قاعد يلعن الشق والسي الدكتور. نعم معك لطيف عمر من بلبيضه. مرحبا سي لطيف. بغينا نسولو السي الدكتور شنو هو الفرق بين العقل والوعي؟ الوعي هو الفهم يعني عالق وفهم، اشنو الفرق؟ لان الله تعالى نختلف في القران كيقول لعلهم يعقلون لعلكم تعقلون يا اولي الالباب. يا الشيخ ابن عسير خذ من القران وخذ من الحديث وكل شروط العقل وكل تاكل في بشاره العقل مع البلوغ بدمين وحامل او بمانين وبإيداد الشعار او بثمانيه عشره حول ظهر. يلا هذا عنده العقل، اما الواعي ودو الفاهم كيجي من بعد العقل. يعني بغينا يفسر لنا شنو هو الفرق بين العقل والوعي. يعني الوعي بحال مثلا الانسان كيفهم شي حوايج السلبيات ديالها والايجابيات ديالها والمنافع ديالها والمضرات ديالها. وبغينا السي الدكتور يوضحوا لنا هذه المسائل هذه. السلام عليكم. نعم صحيح، سؤال جميل جدا. كيف ما قلنا هو المشكله تقريبا المشاكل الانسانيه كتبقى دائما في محور ديال عدم الادراك كيف ما قال بالسلبيات وبالايجابيات وبالمضار والمساوئ ديال كل تصرف وكل خطوه كيخطيها هذا الانسان، فكتبقى دائما في محور ديال الفهم. اذا يمكن لكم تفسروا شنو الفرق ما بين العقل والتعقل وما بين الفهم؟ اذا انا احسن نعرفوا على ان نقولوا في العقل هناك درجات، يعني طبعا وفي العقل تيدخل يعني الطاقات الفكريه والطاقات العقليه ودرجات الذكاء وتيدخلوا عده امور يعني في القضيه. ولكن بالمفهوم مثلا الاسلامي والمفهوم الشرعي يعني تنجبروا مثلا افلا تعقلون، يعني بالفهم المفهوم هذا واش يعني واش تدركوا يعني واش تخدموا العقل ديالكم. ولذلك هنايا قضيه العقل لها علاقه يعني بالوعي. كل ما كنا الحمد لله يعني الطاقات العقليه ديالنا موجوده وكانت متوفره كل ما الوعي تيكون موجود.
ولذلك يعني الله سبحانه وتعالى مثلا حرم يعني المخدرات من الخمور مثلا باش الانسان ينتج يهضر مثلا او لا يتصرف يعقل يعرف شنو سيقوم. واذا كان تجبروا مثلا الانسان المدمن على الكحول ان يشرب مثلا يقدر يضرب يقدر يقتل وفي هذا الخلال هذه الفتره هذه ما تيكونش واعي. اذا هذه قضيه مهمه رغم على انه قبل ان يشرب الخمر كان عاقل ولكن من بعد ما شرب الخمر ذاك المخدرات اثرت عليه الى درجه على انه ما بقاش واعي. إذن هذه القضية الوعي حقيقة جبروها عدة أمور يعني نذكرتها مثلا مثل السيدة اللي كانت تقتل الإبن ديالها جبروها في حالة الاكتئاب أحيانا الإنسان سيبغي ينتحر مثلا لأن ذاك الاكتئاب يؤدي به رغم على أنه في الأصل كان عاقل ولكن ذاك درجة الاكتئاب تؤدي إلى واحد التصرف غير محمود. نعم. المخدرات كذلك. نعم الدكتور بنيشو بغينا نعرفه من خلالكم وأنتم الدكتور الطبيب النفسي كيف تهيمن هذه الافكار ديال الانتحاريه وهذه الافكار ديال القتل والاديه وكيف تهيمن يعني واش عن طريق اللاوعي او عن طريق الوعي كيف طبعا هنا مثلا الانسان من يدخل حقيقه لذاك الحاله الاكتئاب ولا تيكون في حاله مرضيه يعني هناك بعض الناس مثلا تيكون عندهم ما يسمى ضلالات يعني لودينير او هلاوي سمعيه او بصريه تكون ذاك الهلاوس وذاك الضلالات هي اللي تتحكم فيه وذلك الانسان ما تيبقاش يتصرف يعني نقولوا بعقلانيه وبشعور ولكن تيتصرف في بلا شعور. عندك هذه القضيه مثلا مثل هذه الحالات او لا عندك مثلا الا خدينا مثل ديال بعض الناس اللي تيكونوا عنيفين وتيضربوا كذا تندرسوهم مثلا تجبروا على ان في الطفوله ديالهم كان مثلا الاب ديالهم تيضربهم او لا عاشوا واحد يعني سوء المعامله من طرف الاباء ولذلك ذاك السيده مثلا كانت عندي واحد المراه يعني ملي كانت صغيره كانت الاب ديالها كان تيشرب كان تيضرب كانت تكرفص عليها يعني ملي كبرت هي وتزوجات هي بدون يعني بدون شعور ماشي يقولوا انها ماشي واعيه ولكن بدون شعور يعني ما عندهاش ذاك الطاقات ديال العطف والحنان او احيانا تضرب ولدها بدون شعور بلا ما تكون واعيه. اذا هنا تنجبروا قضيه ما هناك في علم النفس ما يسمى لا شعور ويعني الشعور يعني او لو كونسيون ولا انكونسيون بمعنى على ان ذاك التجربه الانسان اللي قام في الحياه ديالو احيانا تجبروا بعض الناس يتصرف حاليا ولكن ذاك الماضي ديالو هو اللي يتحكم فيه العقل الباطن طبعا. ولذلك هنايا واحد المقارنه مهمه ملي تخرجوا مثلا احيانا نقولوا الدول الغربيه تنقولوا علاش حنا دائما تقولوا الناس الغربيين يعني اكثر وعيا منا لان تنجبروا مثلا الانسان مثلا حقيقه معقول ما تيغش تيخدم الخدمه ديالو الزنقه نقيا الاداره الى دخلتيها يعني الانسان تيتصرف حقيقه نقولوا بوعي يعني ان الانسان الا مشيتي عنده تيخدمك تيقوم بذاك العمل ديالو. حنا في هذا المفهوم هذا تنجبروا هذا المفهوم ديال الوعي حقيقه نجبروه في كل مجالات نجبروا في مجال الاداره نجبروا في مجال النظافه نجبروا في مجال السياقه يعني هل تظني على ان المغاربه تيسوقوا بوعي؟ ابدا يعني حقيقه تيسوقوا بواحد الطريقه يعني خطيره جدا يعني تصور الانسان تيدوز في السروج هل هو واعي؟ هذا انسان غير واعي هذا انسان مجرم حقيقه يعني لانه يقدر يقتل كثير من الناس. فتطلبوا يعني من المستمعين الكرام يعني انهم التصرفات ديالهم احيانا يتسالوا هما مع نفسهم ويكونوا يعني حقيقه يخدموا العقل ديالهم اكثر ويحترموا مثلا القانون. وهنايا مثلا الا خدينا هي الاطفال داخل البيت احيانا تشوف على ان الطفل يتصرف بدون وعي. مثلا عندنا كثير من الحالات نقولوا الاطفال يبقوا خايلين مثلا في الانترنت ما ينعش ما يقراش. عندنا كثير من الاسر حاليا تتعاني من المشاكل مع الابناء ديالهم لان هاد الابناء حقيقه ماشي واعيين. يعني مثلا البارح جات واحد السيده لان الابن ديالها مثلا ما خدامش وتزوج وجاب المراه ديالو داخل البيت الابن الاخر حتى هو فعل نفس الشيء. فالمراه هي كبيره وهي اللي تخدم على الابناء ديالها. اذا هاد الابناء هذا حقيقه ماشي واعيين. يعني كيفاش الانسان ما خدامش وتيتزوج؟ لابد الانسان اللي راه يتزوج يعني حتى لابد يكون تيخدم ويكون قد المسؤوليه. لان هنا تنجبروا الوعي حقيقه يتحكم فينا في كل الامور يعني في الاخلاق ديالنا في التصرفات ديالنا في السلوكات ديالنا. وهذه القضيه مهمه يعني لان بغينا دكتور اسمح لي الى كيفاش يمكن لنا تعرفوا على الاشكالات اللي كتكون موجوده في اللاوعي؟
إذا هنا حقيقة اللاوعي تدخل فيه يعني الذاكرة ديال الإنسان وتدخل فيه كل الماضي يعني الإنسان اللي عاش يعني أحيانا مثلا نقولوا تنجبروه كثير من الناس تمشوا أحيانا عند بعض الفقهاء ومن تضربوهم تقول له مثلا في الجنون ولا شي حاجة تتدخل ذاك الإنسان تتكلم بلغة إنسان آخر والناس يأولوها على أنها مثلا جن أو لا سحر أو شيء في حين تكون ذاك الإنسان تعرض لمشاكل في الطفولة دياله أو مشاكل اغتصاب. إذا هنا اللاوعي حقيقة دائما هو موجود ودائما موجود في الذاكرة ديالنا وموجود في الماضي، ولذلك كل ما كان الماضي ديالنا مزيان كل ما الحمد لله الحاضر تيكون مزيان. نعطي مثال ديال واحد الطفل وهذا يعني مشهورة هذه القصة ديال الشيخ اللي قال لواحد الطفل كان في عمره 7 سنوات وقال لهم لأن كانوا الآباء تيغاروا من هذا الطفل هذا لأنه كان جد ذكي، فأعطى لكل طفل حمامة وقال لهم سيروا ذبحوا في هذه الحمامة في أحد المكان اللي ما يشوفكم فيه أي أحد. فمشاو الدراري كاملين وجابوا لذاك الحمامة مذبوحة إلا ذاك الطفل أخر حتى الغروب الشمس ومن جابها جاب ذاك الحمامة حية. فذاك الشيخ ديالو استغرب قال له كيفاش قلت لك زعما على أن ذبح الحمامة وأنت جبتيها لي حي؟ جاوا قال له يعني الطفل وعمره 7 سنوات قال له أنت قلت لي أنني نذبحها في مكان لا يراني أحد وأنما أينما ذهب كان الله يراني. إذا هنا تنشوف على أن هذا الطفل اللي في عمره 7 سنوات وكان عنده الحمد لله واحد الوعي كبير واحد الاستفسار. إذا هنا الاستفسار يعني حقيقة مهم وهو الوعي، وكل ما كنا إذا واعيين إن شاء الله كل ما الأمور تمشي أفضل، وهذا هو اللي خلانا أننا يعني نتناول يعني هذا البرنامج على الوعي وعلى الدور ديال القلوب في تقدم يعني الأمور. نعم دكتور محسن باشا، احنا كنسالوا على العقل الباطن اللي هو كنسميوه اللاوعي، واش في بعض الاحيان الا كان الانسان تعرض لواحد المجموعه ديال الاشكالات مجموعه ديال المشاكل في الحياه ديالو واش يمكن هذا العقل الباطن هو يخرج يعني يخرج ويولي هو اللي مسيطر على كل السلوكات وكل التصرفات ديال الانسان؟ في بعض الحالات طبعا ممكن تظهر القضيه هذه، يعني الناس اللي تتعرضوا احيانا لبعض المشاكل نقولوا كما قلنا في الطفوله ديالهم او نقولوا حتى في الكبار، يعني ذاك المشاكل تتراكم يعني في الذاكره وتخدم بطريقه على ان تتصرف يعني في سلوكيات الانسان وتيكون ذاك الوعي هو الذي يتحكم الى درجه على ان الانسان متى يتصرف ذاك التصرف ما تيتصرفش بوعي. لأن هذه القضية نقولوا مهمة جدا، يعني كما قلنا العلاقة بين الوعي كما قلنا الاستفسار، يعني أحيانا بعض الناس راه يتصرفوا بواحد الطريقة لأنهم سواء جاهلين أو لا سواء ما فاهمينش الإنسان أحيانا يعني بعض المجالات ما تيكونش فاهم فيها، ولذلك إذا ما كانش تيكون فاهم فيها ملي راه يجي يتصرف راه يتصرف خطأ. كذلك أن الإنسان مثلا ملي يكون مقلق أو لا معصب أو لا منيرفي ملي راجي مثلا ياخذ زمام الأمور أو لا يحكم على واحد الشيء، هنايا ذاك الحكم ديالو راه يكون دائما خاطئ. ولذلك هنايا دائما تنوجه النصيحة للناس على أنه إلا كان معصب أو مقلق أو مكتئب أو في حالة أنه نقولوا مش مرتاح لا يجب أن يأخذ أي قرار، يعني دائما القرارات أن يأخذها الإنسان وهو في حالة هدوء وفي حالة تريح، ما يكونش يعني نقوله خارج العقل ديالو أو لا في حالة من اضطرابات التصرفات العامة. نعم، وكيفاش دكتور محسن بني شوي ذكي لنا نترجموا هذه التصرفات ديال هذا العقل الباطن اللي كيكون هو واحد القوة قاهرة في الإنسان وخرج ليه هو هذا الإنسان مريض، وكيفاش يتم العلاج ديال هذا المشكل؟ إذا هذه القضية كما قلنا ديال المفهوم ديال العلاقة بين الوعي واللاوعي، يعني في بعض الحالات مثلا إذا كان الإنسان مريض، يعني احنا تجينا أحيانا بعض الحالات وما يسمى يعني الإنكار المرض، تجي بحال دابا رغم على أنه عنده حالة مرضية ولكن هو يقول لك أنا ماشي مريض، أنا ما نقدرش ناخذ ذاك الدواء لأنني أنا ماشي مريض، وحنا تنسميو هذه القضية ما يسمى حالة الإنكار، يعني هو رغم على أنه مريض ويقاسي مثلا، وعندنا أسر مثلا كثيرة اللي تتكون تتقاسي يعني من ذاك سوء المعاملة مثلا ديال ذاك الإنسان ذاك المرض، يرفض ذاك الإنسان ياخذ الدواء لأنه بحجة على أنه ماشي مريض. علاش؟ لأنه هو فعلا غير مستبصر بالحالة ديالو وماشي واعي،
اذا هنايا دور مثلا الطبيب النفسي احيانا مثلا نعطيه سواء نعطيه بعض الادويه او هناك في بعض الحالات بدون ادويه يكون الدور ديالنا هو اننا كيفاش نوعيو داك الانسان. يعني ناخذنا مثلا الانسان اللي يدخن على سبيل المثال، نعرفوا على ان التدخين مثلا خطير وعلى ان التدخين يسبب يعني هو اول اسباب السرطان يعني في العالم، 25% ديال اسباب السرطان بوحدو التدخين، ورغم ذلك تجربة داك الانسان يدخن. اذا هنايا داك الانسان حقيقه حيت ما تيلحقش يعني وما تيعرفش الاخطار اللي ممكن غدا تجيه يكون تيدخن مثلا وتيبقى تيدخن. فاذا هذه القضيه داخله كذلك يعني في الوعي، كما تعرفوا على ان الوعي هنايا عنده علاقه نقولوا مثلا حتى في اختيار. يعني احيانا الا خدينا مثلا الغراميات ولا خدينا الحب مثلا، احيانا تجبر شي سيده مثلا تحب واحد الانسان او لا داك الانسان تيحب داك السيده واحد الحب يعني تسمى جنوني او لا تسميه احنا لاغولاسيون باسيونيل، ولذلك داك الحب وداك العلاقه العاطفيه تتأثر على ذاك الإنسان إلى درجة أن ذاك الإنسان ما تبقاش يختار نقوله بالعقل دياله بالاختيار دياله، ولكن راه يختار على حسب يعني ذاك العاطفة دياله. وهنا تنقولوا على أن اختيار الإنسان وحكم الأمور لا يجب أن يكون إلا إذا كان الإنسان مستبصر، يعني ما تكونش يعني ذاك العلاقة الغرامية يعني بحال الضبابة اللي تتلم الإنسان وتتلم عقل الإنسان وتيولي هنا العقل لا يستطيع أن يقوم بالعمليات ديالو. جمنا فهمتي على ان اذا هنا الاستبصار مهم والوعي مهم وهو كل شيء، لان نقول الا بغينا نتقدموا نحن في المغرب سواء في الاسره في العلاقه بالابناء او لا نتقدموا مثلا نقولوا كامه يعني مغربيه الحمد لله، هنا لابد الوعي يكون موجود. والوعي طبعا كما اشرت في السؤال ديالك احيانا له علاقات يعني بالحاله المرضيه. هناك بعض الناس كان سعدناك دكتور محسن بن شو ناخذ واحد المكالمه على خط البرنامج. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. شكركم لله على هذا البرنامج، شكر الدكتور. شكرا. السؤال عفوا. نعم السؤال ديالي بغيت نسول عند واحد البنت مريضه. نعم وعرفتي يعني وصلت لواحد الدرجه ديال هي اعصابي ما تتصورش. نعم بحيث انها يعني في أي حاجة استهلت فلسما أنصدر صد باش ما قد تضربني. نعم هذه الوالدة ديالها. نعم تضرب يعني تلتازت في الماء الزجاج وعرف انت بس قال لي لتسارة في الدار. نعم مثلناش المشكل أنه مستبغيش تاكل الضوء. نعم ومثل ديال السوق لسي مستبغيش يقبلوها. نعم إذا ما صافيس كملتي سيدي. نعم نعم اذا خليك معنا واخا معنا. اذا دكتور محسن بن شو كنشوف هاد ربما هادشي اللي كتحكي لي بنتو ربما العدوان هي في السلوكات ديالها. اذا بغينا نعرفوا من خلالكم بعدا هو اشنو هو الانهيار العصبي وامتى كيجي هاد الانهيار العصبي وشنو العلاج ديال هاد الانهيار العصبي. اذا هنا في الحاله كما اشارت يعني السائله الكريمه يعني الاخت ديالها تضرب تتكسر، طبعا هذه الحاله هذه هي في حاله يعني مرضيه وفي حاله غير طبيعيه، وهذا الانسان هذه طبعا فلابد ان تتلقى العلاج، لان هناك في بعض الحالات احنا ما نقدروش. وهذا هو اللي تنطلبوا من المستمعين الكرام لان يشوفوا مثلا بعض التصرفات من هذا القبيل يجب الاسراع يعني بهذه الحاله هذه الى العلاج. الحمد لله الاطباء النفسيين موجودين، احيانا ممكن نعالجه بدون تنويم واحيانا لابد من تنويم يعني داخل بعض المستشفيات، ولكن في اغلب الحالات الحمد لله اذا كانت الامور في باليه الامر ممكن ان نسيطر عليها فقط يعني بعلاجات. وهنا تنجبرو كما قالت هي ما تبغيش تاخذ الدواء. بعض الحالات يجب ان نرغم ماشي نخليو داك السيده مثلا تضطر داك التصرف لا قدر الله الى درجه ان تصل مثلا يمكن تنتحر هي او لا تقوم بشي حاله خطيره. يعني انا عندي واحد الحاله على سبيل المثال ديال واحد السيده امراه اللي قتلت البنت ديالها وعمرها 7 سنوات وهزت الراس ديال داك البنت ودخلت الحمام وبقات تضربها يعني مع الحمام مع داك البانيو حتى قتلتها. وهاد السيده طبعا كانت مصابه بمرض اللي هو السكيزوفريني، ولكن للاسف الشديد يعني عمرها ما عالجت. فهذا هو المشكل. هي من اين تاتي هاد مثل هاد العقد دكتور محسن بن شو؟ هاد العقد اللي كتوصل للانسان انه مثلا يقتل الابن ديالو بدون وعي منه وينتحر هو
ويقوم بهذه التصرفات اللي هي اكثر من هي عدوان. يعني هنا كما قلنا تصبح هذا القبيل مفهوم الوعي ومفهوم الاستبصار. يعني هذه لو كانت هي مستبصره بالحاله ديالها لكانت مشات مثلا وعالجت وخذت الادويه ديالها والحمد لله ما تقتلش البنت ديالها. نعم السؤال مطروح يا دكتور محسن بيشو، كيف نفقد هالاستبصار؟ كيف نفقده؟ اولا كيكون مفقود عندنا من الاصل؟ لا ماشي مفقود هنايا في الاصل، ولكن هنا كما اشرت على أن هناك بعض الحالات المرضية هنا الاستبصار وذاك الوعي ما تيمشي. يعني هاد السيدة اللي قتلت البنت ديالها من قبل كانت يعني مستبصرة وكانت يعني تقول يعني ورغم على أن تيجي وهذاك الأفكار القتل تقول لا ما نقدرش مثلا نقتل أنا البنت ديالي لأن بنتي تنبغيها بنتي صغيرة كيفاش نقدر نقتلها. فأنتي كانت تحارب ذاك الأفكار، ولذلك هي ذاك الفترة كان ذاك الوعي شوية اللي موجود عندها كان يقاوم هو اللي كان يحفظها إلى، ولكن في الوقت فاش داك الاصوات اللي كانت تسمع وداك التخيلات وداك الحاله المرضيه هي منات على الشخصيه ديالها، هنا عندئذ ما بقاتش هي واعيه تماما وتصرفت التصرف الخطير. ولذلك هنايا تنصحوا المستمعين الكرام على انهم تكون شي حالات اللي يشوفوا وليداتهم تغيروا او شي حاله مرضيه ما خصناش نخليو داك الحاله مستمره حتى تصل الى درجه لا يحمد عقباها. يعني تصور ان الام تقتل بنتها في عمر 7 سنوات يعني جريمة كبرى يعني في حق يعني ذاك الطفلة الصغيرة مسكينة وفي حق حتى ذاك الأم. يعني تصور ذاك الأم بعد ما تعاهية وتخرج يعني من ذاك الغيبوبة اللي كانت أصيبت تقول كيفاش أنني قتلت البنت ديالي. وهذا ما نجده مثلا في كثير من الحالات ديال الاكتئاب أو في حالة مثلا ديال الفصام. ولذلك هنا دور المجتمع دور مهم كما قلنا، وعلى أن الوعي كذلك هو شيء له علاقة بالتربية. يعني لسنا الحالات المرضية لخدينا الأطفال ديالنا مثلا نجبر على أن الأطفال ديالنا تجيونا مثلا أحيانا للعيادة تقول له فوقاش تدخل الدرس يقول لك أنا تدخل الدرس على 11-12 الليل. هو كيفاش أنت عندك البكالوريا وكيفاش تدوز هذه البكالوريا وأنت تدخل البيت ديالك حتى 11-12 الليل؟ إذن هذا الشاب هذا غير واعي. استأذنك دكتور محسن بن شو غادي ناخذ واحد الكلام كتشير لي زميلتي أمينة بالحور. ألو السلام عليكم أخي. السلام ورحمة الله وبركاته. أختي معك هشام المحمدية. مرحبا سي هشام. بغيت نسألو عن القضية اختطاف. وعن الوالدة عندي شوية محافظة وكتآمن بداك الشيء ديال الشهوات وديك المسائل. وواحد النهار قالت لي سي جيبي واحد السجود من الفقي وعن الفقي عندنا تما في ندير. نعم. وفعلا ملي مشينا حنا ما مشيناش للسجود وجينا خدنا واحد الورقة شمطي ورقة بيضاء. وكتبنا فيها على القصيده ديال الشعري ديال ام قيتون. ردي انا قلنا لها كي هاسفو هو اللي سافر وكتقي اش ديري تبخري وكل شيء وفعلا جات وتبخرت ولات لاباس. نعم بون فهم كيفاش كيف نسمي. نعم جميل. اذا دكتور محسن من شو سمعتي هاد القصه فعلا؟ يعني كيف ترون هاد المشكله هذه؟ اولا هنا مادام هو اشار لهذه القضيه زعما ديال الشو الفقية والشوافة يعني حتى من نخلطوش الأمور. نعم. طبعا الفقهاء هما واحد الناس يعني تقولوا الإنسان الفقيه هو الإنسان اللي عالم بالدين وله احترام ديالو الحمد لله لأنه رجل دين ورجل احترام، ولكن هو من كثير من الناس اللي هما يعني حقيقة وتنجبروا القضية في المجتمع المغربي ديالنا وفي المجتمعات العربية اللي مجموعة هما من المشعوذين واللي نقولوا تسيطروا على عقول الناس. وهنايا رغم على أن الإنسان كما قلنا احنا مفهوم الوعي على أن الوعي هو يعني الاستيقاظ والاستبصار، ولذلك كثير من الناس مثلا ما يقدروا يمشيوا مثلا عندك شواف ولا يمشيوا عندك شوافة ولا عندك الساحر ولا عندك الضريح لأن ذاك الإنسان حقيقة ماشي واعي. وهذا هو دور الحمد لله يعني الإعلام حاليا على أنه بفضل هذه البرامج هذه تقوموا بها يعني تتحاولوا توعيوا يعني الناس حاول تعيو المغاربة على أن كثير من التصرفات ديالهم هي تصرفات اللي غير عقلانية، وعلى أن الإنسان مثلا بلا مرض الحمد لله يعني عوض ما يمشي عند شي واحد اللي راه يستحوذ له على العقل ديالو وعلى البصيرة ديالو وعلى. يعني أنا عندي مثلا واحد الإنسان اللي كان تيشرب وقال له واحد نقول واحد المشعوذ أكادير قال له أعطيني 5 مليون باش ما بقاش تشرب. أو لو واحد إنسان عنده تخوف اجتماعي تهوى وعنده اضطرابات جنسية
قال له اعطيني جوج المليون ونغير لك هادشي كامل. هذه شعوذه باش نبقاو دائما في هذا الموضوع. وكاينين بعض النساء اللي كيمشيو مثلا عند الناس اللي كيكونوا صلحاء، يعني ناس طيبون، ناس يعني في قلوبهم الرحمه ويعني حامل الكتاب الله، كيمشيو كيقراو عليهم بعض الصور، يعني كيقراو عليهم القران الكريم، فاذا بها كتبدا مثلا تغوات، كتبدا مثلا كتهضر بالالسن. واش نقول هذا هو مرض العقل الباطن؟ اذا هنايا حقيقه ملي تكون هاد التصرفات من هاد القبيل، او لحنا تسميوها احيانا حاله الهستيريا، تكون يعني ذاك الشخصيه يعني تتصرف عندها علاقه يعني بالعقل الباطنية، بمعنى لا شعور. احيانا هنايا الوعي راه يغيب عنها، ولذلك هي راه تطيح. هاد القضيه تنجبروها كثير، نقولوا في تصرفات الانسان احيانا بدون ما تمشي عند السيده هذه، هي في البيت ديالها الا تغنت مع الراجل ديالها او لا تغنت مع ولادها، تدير واحد لاكريز وتبقى تفركل، نقولوا في الدار وكذا. وهنايا في ذاك الحاله اللي هي تكون يعني تتفركل وتتقوم بذاك الحاله، هنايا حقيقه تفقد يعني الصواب ديالها، وتيكون الشعور هو الذي تدخل يعني في الشخصيه ديالها، وعطانا هاد الحاله ديال الهستيريا. الله يخليك، غنستوقفك هنايا. الله يخليك، كنشوف انا بعض النساء يعني بغير قصد منهم، يعني بغير قصد منهم هما، يعني كتلقاهم يعني كيبداو يديروا هاد الحالات اللي ذكرتي الان، يعني ماشي هما قاصدين، يعني كتجيهم هكذاك، يعني لا شعوريا كتجيهم نوبات، انا كتبدا تفركل، كتبدا هكا كتغوت بلا ما كتشعر. واش فعلا هذاك فعلا داء يعني تاصلوا فيها ديال اللاوعي، او لا يعني كيفاش نسميو هذه الحاله؟ يعني هي طبعا هذه الحاله الاكثريه هي عندها علاقه بنوع حاله هستيريا، وعندها علاقه يعني بداك الصراع وداك المشاكل اللي تتكون، وعندها علاقه بطبيعه الشخصيه. وفي اغلب الاحيان تنجبر على ان داك المراه مثلا تقوم داك الحاله، يا اما عندها واحد سوء المعامله من طرف الزوج ديالها، او لانها مقهوره، او لان المراه تتعرف هذه الحاله هذه مثلا في اوروبا حاليا تقريبا عدمت. علاش؟ لان نقول المراه في الغرب لها حقوق كثيره، ولا حقوق التعبير وتقدر تعبر. حنا المراه نقول المغربيه ديالنا او المراه العربيه بصفه عامه، تتكون يعني تتعطي لقلبها وما تقدرش تعبر. يعني عندنا كثير من الحالات ديال النساء اللي تتكون مثلا ذاك الرجل متسلط عليها، وذاك المراه ما تقدرش تماما تعبر، يعني هي تتكتم وتتعيش ذاك المشاكل داخليا، ولذلك تيوصل احيانا ذاك اللاوعي انه يفرج عليها بحال دابا، وتتبدا هي تتفركل. يعني داك التفركيله ديالها وداك الحاله العصبيه هي فقط يعني حاله يعني هستيريا، تنفيس، يعني كتنفيس طبعا، وما عندهاش نقولوا شي جنون او لمس او اشياء من هذا القبيل. ولكن هنا كما قلنا احيانا هذاك اللاوعي يتدخل يعني في مثل هذه الحالات، وتيعطينا يعني هذا الشعور هذا وهذه التصرفات. يعني العلاج ديالو يعني بترك الاشياء اللي ذكرتوا الان، بترك هاد المشاكل وهاد الصراعات الحياتيه ديال السيده، هو اللي غيكون يعني الشفاء ديالها. يعني هنا في مثل هذه الحالات، طبعا هنا الحالات تختلف من حاله الى اخرى، ولكن في مثل الحالات هذه مثلا يعني تنعلموا على ان المراه تنساعدوها اولا اذا كانت يعني في حاله اكتئاب، نخرجوها من حاله الاكتئاب ديالها. إذا كان عندها حالة تخوف اجتماعي أو أنها ما تقدرش تعبر، يعني تنساعدها كذلك أنها تبدأ تعبر، لأن التعبير يلعب واحد الدور مهم، وهو تعبير عن الشخصية، وهو كذلك يعني أن الإنسان تيفوج وتيخرج يعني ذاك المشاكل ديالو. تصور مثلا المشاكل حقيقة، إذا خديتي غير واحد السطل مثلا وبديتي تعمره بالأشياء، ذاك السطل شنو تيطرى له؟ تيتقال، تيولي ثقيل. وكذلك عقل الإنسان، يعني إذا كل ما يعني المشاكل زادت، كل ما داك العقل الانسان يعني حقيقه وداك الطاقات ديالو تتعمر وتتمتلا وتتبغي تطرطق. ولذلك كتيجي واحد الوقت داك الانسان مثلا حقيقه يعني كتبدا تفكر وتتقوم داك التصرفات، لانها وصلت لواحد الدرجه انها ما بقاش عندها واحد المكان اخر، فنجمع يعني داك المشاكل. ولذلك هنايا كثير كذلك من ناحيه المشاكل، يعني جات واحد السيده البارح لانها مع الزوج ديالها الحمد لله مزيان، مع وليدتها الحمد لله مزيان، ولكن المشكل ديالها هو انها تتعيش ازمه كبيره نقولوا مع الاهل ديالها، وبطريقه لا شعوريه ذاك المشاكل بالاهل ديالها تجيبهم تدخلهم للدار. اذا هنا تنصحوا المراه المغربيه على انها ما تقومش بمثل هذه الحالات. وهنايا حقيقه يجب، ماشي تنقول الانسان ما يساعدش الاهل ديالو، لا، الانسان يساعد الاهل ديالو، ولكن ما يجيبش المشاكل مع لا برا،
ويدخلها للبيت ديالو. فهنا كثير من الناس يقوموا بهذه العمليات هذه لا شعوريا بدون وعي. وهنا إذا كان الإنسان مثلا أصيبت بحالة اكتئاب ورغم على أن الزوج إلى رجل طيب وما تأذيها في أي شيء، إحنا مش دائما نقول عاوتاني على أن الأزواج قباح، لا، يعني هناك بعض الحالات اللي تقدر تكون هي المرأة عنيفة أو المرأة ما تتعرفش تصرف لأنها نقوله ماشي واعية، ما فهماش كيفاش تصرف، نعم ما فهماش كيفاش تحمي نفسها وكيفاش، نعم. إذا حقيقة يعني حسن التصرف هو ماشي واحد الشيء اللي سهل وتيطلب واحد الاستراتيجية كبيرة جدا، نعم. وهنا كما قلنا مثلا إلا خدينا حتى بعض الأزمات الاقتصادية، مثلا الأزمة الاقتصادية حاليا في الغرب، لأن مش يقولوا أنه ماشي واعيين ولا شي حاجة ولكن ما عرفوش كيفاش حسن التصرف. وكذلك عندنا بعض التجار مثلا أنهم أحيانا ممكن يكون دكتور ميشو، الحديث معك ممتع وشيق بزاف، وهذا الموضوع شائك وهذا الموضوع خصو حلقات وحلقات وحلقات باش نتوصلوا للفهم الفهم الحقيقي ديال هذا المشاكل كلها. فكنتمنى ان شاء الله اننا نعاودوا نهضروا في هذا الموضوع، نزيدوا نعاودوا نهضروا في هذه المواضيع باش نفهموها اكثر واكثر. اذا ما بقى لي الا نشكركم جزيلا.